مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في بدايه حلقه جديده وخاصه من برنامجكم شباب اليوم. في هذه الحلقه سنناقش عده مواضيع، اولها مسؤوليه البيت في التربيه وبوادر ظهور ارهاصات انحراف في الشارع الوطني وخاصه لدى الشباب، السن الحرجه او الحساسه وهي سن المراهقه، كيفيه التعامل مع هذه السن، والركن الفقره الرابعه في هذه الحلقه هي الرب. الصوره النمطيه لدى الجميع يظن او الكثيرين يظنون انهم منحرفون، اما البعض الاخر يظن انهم يعالجون قضايا مهمه وشائكه. لنقاش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام استضفنا لكم فرقتي الهيب هوب، فرقة باتون بدا، ومعنا في الاستوديو أحمد وفرانسوا وبابا، إضافة إلى فرقة لوميكروب معنا أبو ومعنا أحمد سالم ومعنا الشيخ. أهلا بكم معنا ضيوفنا. كما استضفنا لكم ايضا محفوظ والجواد كاتب ومدون، واستضفنا لكم ايضا محمد لمين ولده استاذ، ايضا استضفنا لكم محمد يعقوب والديدي عضو في تكتل الشبكات الشبابيه، ايضا استضفنا لكم الشيخ ساليفو جالو. مشاهدينا الكرام سنتوقف مع هذا العنصر التمهيدي. والشباب مرحلة المراهقة مرحلة حاسمة بها اللي هي اللي يبدأ من عندها الإنسان يعرف إذا كان إيجابي والله سلبي. معناها أن الشباب يا الله يعود عارف النوع هو عجلة هذا البلد اللي هو، يا الله يوحل فيها لا شيء صالح ويبتعد عن جميع المسائل اللي تهشي، كيفاش كيف السرقة وكيف المخدرات وكيف شيء كامل يهشي به اللي الشباب هو العجلة، منين تخسر يخسر كل شيء. المراهقة صراحة سن حساسة وهي اللي من باب الخير ولا الشر، ويتوقف حسنها ولا سوءها اللي على التربيه الحسنه. ونحن اليوم نعيش في عصر ينقال عصر الشباب، لان ما يمثل طبعا تقريبا من نسبه 70% من المجتمع يمثل قطعا ما دون 20. وهاي المراهقون اليوم ينجرفون وينحرفون انحراف عن صراحه عن 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 الوضع الصحيح، وعن وارى عن اسباب تعود الى ايش؟ تعود الى التربيه، الى سوء تربيه. وانعكفنا على المدارس وخلينا المحاضر وخلينا القران وخلينا الهدي النبوي وخلينا التربيه السيره النبويه وخلينا ياسر صراحه من توجيهات وارشادات. وعاد صراحه المراهقه اول مثل عبء على ما تقرا، مثل بضالة على المجتمع، ويمثل الخطر، خطر الجريمة، خطر سرقة وقتل منتشرة ليل نهار. وأرى بعد المجتمع يلا ينحى نحية، ما هي هاي النحية؟ لعله توصل إليها. الشباب معروف مرحلة حاسمة في مصير أبناء الوطن. مع أنهم يظلهم يعودوا يعرفونهم أبناء الوطن ولا يقوموا بذاك اللي قاموا به الآباء قبلهم. ويعرفوا أنهم عندهم مجد وتاريخ يحافظوا عليه. وكل يطوروا كل ما قد يطوروا غالب المحافظة أولا، المحافظة بتطويره ثم بعد ذلك بالاندماج في النشاطات لمدير الدخل اليوم. البيت هو العنصر الأساسي لتربية الطفل، العنصر البيئة الأساسية للطفل أولية، أول بيئة البيئة للطفل هي البيت. لذلك ينبغي أن يعتني البيت بالأجيال. بداية محفوظ والنجواد نختار نبدأ معك، لهنا بدأوا بفقرتنا الأولى وهي دور البيت في التربية. أولا كان المدرسة تربي والبيت يربي والشارع يربي، الآن أصبحت الهيئة مختلفة، إذا اشتدت طريقة التربية على الأسرة. تفضل. في الحقيقة دور التربية في مر بعدة مراحل
خاصة عندما يكون الإنسان في بداية عمره ويكون الشاب في بداية عمره، ينطلق دور التربية من عدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، وفي هذه الفترة يحتاج الطفل ويحتاج المولود إلى رعاية خاصة، لأنه في لم يبلغ بعد السن تخوله بأنه مثلا يعيش حياته بشكل طبيعي. بعد ذلك سن المراهقة أو قبل 7 سنوات، كذلك أيضا فترة أخرى ومرحلة أخرى من مراحل جيل النشأ، مراحل النشأ. ثم بعد ذلك تبدأ أعين الطفل تتفتح على حياة شديدة، تتفتح على بدايات شديدة، تتفتح على عالم جديد، كيف سيواكبه، كيف سيعايشه، كيف سيقدم به نفسه. هنا أيضا تبغى التربية هي العامل الأساسي والمهم. ما لا شك فيه أن الأسرة تتحمل، ما لا شك فيه أن الأسرة تتحمل جزء كبير من هذه التربية. ضيفي إلى ذلك، أضيف إلى ذلك البيئة بشكل عام. وحين نتحدث عن البيئة نتحدث عن ما تقدم مثلا الأمور التي تتولى إدارة هذه البيئة، مثلا الدولة ما تقدمها. هنا أيضا لابد من جوانب تربوية تتعلق بالصدد، من خلالها يشاهد هذا الطفل ما يمكن أن يعيش عليه حياته عيشة طبيعية حتى لا ينحرف عن المسار الذي ينبغي أن يعيش. لذلك التربية بشكل عام هي البوصلة الأساسية، وبشقيها سواء الشق الذي تتحمله الأسرة، الشق الذي يتحمله المجتمع، الشق الذي يتحمله الحاضن لهذا المجتمع وعلى هذه الأسرة اللي هي الدولة. إذن شكرا لك. جميل جدا. إذن جميل جدا. نعم سيد محمد لمين والداء أستاذ، طبعا التربية تتغير مع تغير الزمن، طبعا لكل زمن أو لكل جيل أسلوب تربية معين. نحن نعلم أنه في السابق كان الشارع يربي، كان الجار يربي، كانت المدرسة تربي. طبعا مع تغير التكنولوجيا والعولمة أصبح العبء يقع على العائلة فقط. كيف ترى هذا العبء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أود أن أشير إلى أننا بحاجة إلى إعادة النظر في دور ومكانة وقيمة دورة الأسرة في التربية، انطلاقا من التحولات الاجتماعية الكبيرة التي يشهدها عصرنا الحالي، وانطلاقا من الثورة التقنية التي أضافت عناصر جديدة وافدون جدد إلى البيت، أصبح لهم دور يوازي دور الأب والأم في غرس القيم والمثل في أذهان الشباب وهو الناشئة. هناك تحديات هذه الثورة الاجتماعية أو هذه التحولات الاجتماعية طرحت تحديات للأسرة في القيام بدورها التربوي المنوط بها، والذي كنا نعول عليه كثيرا لمكانة الأسرة الأساسية في المجتمع ولما يمكن أن تقوم به من غرس قيم فاضلة وأخلاق نبيلة في غرس الناشئة. ولكن هذه التحديات منها على سبيل في عجالة، منها أولا الفرق الشاسع في الآونة الحالية بين تفكير الآباء وتفكير الأجيال الحالية. يعني هناك تعارض تضاد بين خبرات الآباء والأمهات، خبرات الأجيال لم تعد ذات قيمة بالنسبة للأجيال الحديثة، بالنسبة لأجيال الشباب اليوم. الشباب اليوم يستقون معلوماتهم ليس من الأب فقط، الأب لم يعد ذلك الخبير الذي يعرف كل شيء. الآن الشاب يلتقي معلوماته من الآيباد، من الآيفون، من عن الأب لم يعد الصورة النموذجية. الأب هو عاجز عن مواكبة هذه التطورات التقنية. جميل. إضافة إلى ذلك، هذا تحدي. إضافة إلى ذلك هناك التحدي الذي يتمثل في عزوف الأجيال الأخيرة عن التعلم وعن الإقبال على طلب العلم، وعن يعني التعلم والعلم وتحصيل العلم لم يعد في تلك المكان التي كان عليها سابقا. هذا يضع مستوى من الضحالة الثقافية لدى الشباب. يعني القيم المادية طغت على القيم المعرفية. طغيان القيم المادية أكبر تحدي تواجه الأسرة اليوم. الثورة يعني طغيان القيم المادية. الشباب اليوم، الأبناء اليوم حاجياتهم لا تنتهي، رغباتهم لا تتوقف من رغبة إلى رغبة أخرى، وكلما حصل على رغبة أخرى. ما جعل أحد علماء التربية يقول أننا الآن نشهد عصر سيطرة الأبناء. عندما تدخل إلى سوبر ماركت مثلا تجد أن الابن يمر من مخانة إلى مخانة وهو يشتري، والأب لا يستطيع أن يحفظ محفظته ويدفع الفلوس التي يريد. يعني سيطرة مطلقة، جري مطلق للأباء نحو تحقيق رغبات الأبناء. هناك تحديات أخرى. جميل. محمد يعقوب الديدي، بالنسبة لسن المراهقة ناهيك عن باقي التربية، وانطلاقا من واقعنا، ما هي الطريقة الأسهل لمعالجة تحديات التي يجدها الطفل ذيك دخوله فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه المرحلة التي تكلمت عنها مرحلة مهمة في تكوين الشاب الذي سيصبح فيما بعد رجلا. هذه مرحلة حساسة جدا، مرحلة المراهقة، حيث الشاب في هذه الفترة يتعرض كثير من الضغوطات وكثير من هذا التيار جارف من المعلومات، من جميع المؤثرات التي لا تنتهي. يوجد الانترنت، يوجد الفيسبوك، يوجد كثير من المنظومات التي من الصعب على الشاب أن يواجهها وحده. لكن فيما أعتقد الأسرة بفضل التوجيهات التي توجهها الأسرة، بفضل هذه التوجيهات التي توجهها الأسرة خصوصا الأب والأم والمذل الأعلى، قد يتجاوز هذه العقوبات. محمد يعقوب، هذه الوسائل التي تكلمت عنها يمكن أن تساهم في التربية، يعني من تويتر، من فيسبوك، من أدوات متطورة، يمكن اتخاذها وسيلة للتربية حسب الاستخدام؟ نعم، هي سلاح ذو حدين، ليس بالضرورة أن تكون سلبية. نعم، إذا نظرنا إلى هذه الوسائل لها جانب إيجابي ولها أيضا جانب سلبي. هي أصبحت تفرض نفسها، كيف نعالج هذه فعلا السلبي؟ هذا الوافد الجديد، هذا التيار جارف أصبح يفرض نفسه، لكن إذا استغلينا الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل والإيجابي سنستفيد، لكن إذا لم نستغل هذه الوسائل بشكل جيد قد لا قدر الله يجربنا هذا التيار الجارف. إذا شكرا لك. الشيخ سالف وجلو، أنت الشيخ سالف وجلو، أنت الشيخ سالف وجلو، إذا لديك كلمة عن التربية، أو ماذا ترى حالة التربية الآن اليوم؟ كيف ترى، ما هي العقبات التي تقف أمام الأبوين في ظل العولمة؟ شكرا، أنا بدوري أشكر. شكرا لك. أنا فعلا هذا النقاش موضوع بحث علمي لا نستطيع نحن أن لسنا أهلا له، ومن عادة الباحثين ولا سيما في العصور المتأخرة حينما تتناول أقلامهم أي مسألة أولا أن يدرسوا عصرها وما تخللها من عقليات وأحداث، لأنهم يرون أن السبيل الذي يسير عليه الموكب البحث العلمي قرب منك الميكرو. قلت أنا أشكر بدورة التلفزة على إتاحتها لهذه الفرصة ليعرب عما أكنه أنا، لكن شكرا مقابل أنا لست أهلا أن أناقش هذا الموضوع، لأن هذا موضوع بحث علمي كبير وشارف، ومن عادة الباحثين ولا سيما في العصور المتأخرة حينما تتناول أقلامهم أي مسألة أن يدرسوا أولا عصرها وما تخلنا من عقليات وأحداث، لأن السبيل الذي يسير عليه ممكن البحث العلمي اجتماعيا كان أو سياسيا أو اقتصاديا، مثلا الموقف الذي يسير عليه البحث العلمي لا يمكننا أن ندخل فيه هكذا، لا بد أن ندرسه وندخل ما تخلله من عقليات وأحداث، لأن السبيل الذي يساعد ممكن البحث العلمي لا يمهده إلى التعمق بالمسألة. فمثلا زكي مبارك يرى في كتابه الأخلاق عند الغزالي يقول: أريد أن أذكر شيئا عن العصر الذي عاش فيه الغزالي، وليس ذلك لأن الغزالي صورة من عصره، ولكن ليعرف القارئ أو الباحث إلى أي حد تأثر الغزالي بعصره وأثر، يعني أن تربط الشيء بزمنه فقط. جيد، أنت قلتها بنفسك. من المجازفة أن ندرس عصرا من العصور لنعرف من نبغى فيه من الفلاسفة والكتاب والشعراء، وإنما ندرس شخصية، ولكن لابد أن تكون لك ملاحظة عن المؤثرات التي كونت تلك الشخصية. جميل جدا. لابد أن نبحث عن المؤثرات التي كونت تلك الشخصية، فقد تكون عوامل قريبة وقد تكون بعيدة وفق ما أحاط بالشخص من الظروف البيئة. يعني هي الظروف هي التي، نعم، ولهذه الغاية أهمية تبرر وسائلها. إذا كانت المسألة تطرح هنا أو في الجامعات أو في أي مكان، لا بد أن ندرس عصرها أولا وما تخلى. شيخ سليف، رجوعا لموضوعنا لكي لا، نعم، أريد تعقيبا بسيطا، لأنك أنت لا بد أن تكون عايشت هذا العصر، أنت أنا قلت تعيش به. أنا قلت لا بد انطلاقا من واقعنا. نعم، اليوم مثلا الأسرة، اليوم أصبحت الأسرة لم تعد الأسرة التي كانت منفتحة خيمة أو سود وتكي أصبحت مثلا العالم اليوم أصبح قرية واحدة. لا بد
أن الشخص يعيش اليوم في عصر العولمة لا بد أن يتعايش معها فعلا. شكرا لك. جميل جدا. سننتقل إلى أحمد. وأحمد سمعت موضوعنا عن التربية، تكلموا عن التربية، شكلت عن المخاطر اللي شيلت الوالدين الأبوين يعدروا إذا كانوا يربوا جيل صالح حسب وجهة نظرك. في السن المراهقة ولا في السن كامل؟ لا طبعا السن المراهقة تحديدا. دونك بويسكي سي لاج لاج دي لادوليسونس C'est un âge où l'enfant est vraiment sensible, donc a des idées d'arrière, et surtout chaque année, Damien, c'est lui qui a raison. Parce que c'est une époque entre deux, ma vie est ou la tesquire. Donc les choses le montrent d'une autre façon, où ils m'ont imposé le bras où chaque année, là où le Khalik. Donc le parent est là, la société est là, où il suit des règles, des droits, il y a tout le monde, il veut mourir dans le dar. يا جرام من طرح احمد وقايل انت انهم يالتهم يعلموا له يعلموا له راقد يعلموا له بالشح والله لا بالشور انت محد ما يعلموا له ينعتوا له دور يتعلموا له بلي لا سوسيتي دور تعلموا ينعتوا له ينقنع عن يتلفهم ينقنع البط والعنف ما هو فيه ما هو فيه ينقنع بلي البط كبير عنه البط ما يتواسى غير هو كبير عنه باسكو لي ادوليسون دونك ديجا يفهم معينه في البط معينه في العنف والله معينه في العنف اللي لابد له من عرف نيقص لا سوسيتي بوليس دور تعدل العنف الحافز دوري عدل العنف دونك الدار ما يبين العنف زين حتى فهمت زين زين معنا انه نقرا الدار دوري جبر تربيه دوري اقراها دان لا سوسيتي براتيكيها عقب ذاك هم اللي تم يعلمها لحد في ذاك لاج سي كوم ساك ساس باس مع المدارس مع الكامل اللي بكلاسات يشانجو زين فهمت كل مرحله الحياه مراحل حد يطلع السلم كامل ابدا شوي 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 ايوه خالي شوي شوي زين حتى لا وداري لحق ان شاء الله شوي البابي قلنا زاد هو شنو رايه بسن المراهقه وكيف يتمعالجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. لنعرف ان هذا الجيل وبالاخص الجيل الجديد انه يحتاج التفاؤل معه باساليب حسنه به اللي الام فصلا كاع ما كان يحل المشاكل في الاحراج الجيل مع ان الوسيله الوحيده لتربيه هذا الجيل التعامل معه على حسب طريقته وعلى حسب الجيل اللي فيه وعلى حسب التربيه اللي يلا يربي بها لأود اللي معه بالانف وله بالطريقه باطل الشعور بالعقل والتفاهم زين وبهذا تقدم زين حتى ذكر ابو دورك تعطينا رايك في قضيه التربيه اش كاين انت انها تعود حسب رايك تفضل انا حسب رايي انا هو قال رجاج اسمه رجاج ينخلق هو ما يعرفش معنا انه اسمه يلي اللي خلق له هو اما كان اسمه كان بندي والله قال ما اعرف هو ما له قال هو فرشه ولا من سيبارا يا معنا انا اسمه اما اسمه لي بارون يقروا والله فهم المدرسه هو قال جا المدرسه اسمه هو اللي جا المدرسه اللي يجيب مع اسمه اخلاقه يا معنا رجاج اي بليده ماشي اسمه ليه تلبق اخلاقك معنا الاخلاق هي ميزان الشخص عن انها هي اللي تربيته اخلاق زين حتى ذكر تعطي احمد سالم تعطي احمد احمد سالم المراهق اليوم ما كان مقتنع بتربيه البيت عاد فار منه وفي نفس الوقت عاد فار من المدرسه به اللي بالنسبه له المدرسه والبيت نفس التربيه عاد عنده هو طموح ثاني كيفاش يقدوا الوالدين والمدرسه يواكبوا لياك يردوه للتربيه الصالحه. شاكرينكم دابور لهذه الاستضافة شكرا لك وياك نرجع لكم للسؤال هذا يلا تقنعوا عنه ما فما دوتر سوليسيون ما هذا ما يسمو سيل دي بارون والمدرسة بيل سابق تقيس كاع المدرسة زدت في السن كاع صغير إلا لابد من تربى منين تكبر هناك المدرسة ومولي هناك لانفيرونمون البيئة هي مولي عندها اخلاقها عندها سيراجل عندها لا قواعدها لا بد انت تعود انت مستعد بسيكولوجيكمون ياك انت
وذاك ذاك الاستعداد معناك اللي ترى يكون عند والديك وعند القرايه ونفسك بالرجاج يلا يكون راسه تكوينك انت ما لي بارون ما هم لا هم اللي قد يكونوا الرجاج بيل خير انت تكون راسك وتفهم راسك عن خالق شيء صالح لك بالانفيرونمون يقد لا يخسرك الحياه هذه وحش حياه وحش يقد لا يدمرك معناه انك خير لك تعود مستعد بسيكولوجيك ما نفساني كانك قلت هذا تعارض هذا المشاكل ياك شوف لكن اعطوا الفرصه مالي للشيخ الشيخ العاد عندك كلمه حول الموضوع حول موضوع التربيه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم جميع الباب سنه بيبدو نادي وانتركو جيكو كالتن باور ايات روند جيكو ما باتال ليغيما نادي كانيم يوبارما awa waddi hunde awa waddi liggey taw yaada neeti jimi dem zamanu joni on pour neddo hebe hen neeti ne sadi parce que monde ko développe avec technologie joni yimbe ko barat ko hulbini den aduna yaaji ar waawi famdirde yimbe ni kono joni pour famdira yimbe tout à fait difficile parce que neeti ala den kam mob den ne hanno bibbu men kaltu suka mbawiyat enen jogi ko parnori needi kaltu mbawra yaade ado hollitu dum ma wat ko walluma yanko heewi ko ni joni awa wadde hunde ha gollema pew yididi needi ardaaki kalkara wara anni c'est vrai ko anni woni fof me needi so arañ hunde timmata e njejjira kadi needi galle e needi bowal wona gotum neddo way won der galle eni jogi needi mum ba masik an gondado ade nehi c'est vrai ade nehi mais sa yalti wona dum batta needi ma ardinani kono ça veut dire ka chuddo ko yadi ko fof needi ma ma yaltu ko bonda needi ko fof ma yaltu ko jugida needi ko kadi ma holdum yimbe e ko seeda tan wonat ko hakkundi so ya boy seeda needi ma majjat dum nono jaram شكرا لكم جميعا ننتقل الى العنصر الثاني وهو ارهاصات ظهور ارهاصات انحراف في الشارع الوطني وخاصه في صفوف الشباب فهم عده اسباب تؤدي انحراف الشباب اولا العزوف عن التعلم الامور الدينيه خصوصا اللي منها تتعلق بواجبات المراه الدينيه والاخلاقيه فهم مول الحداثه اللي ادت بالشباب عن يعود يحاكي ثقافات مختلفه تتناقض ولا تتنافى تماما مع ثقافاته هو ومع عاداته وقيمه واخلاقه. سيد محفوظ والجواد ما هي اسباب الحقيقيه وراء الانحراف في الشارع؟ ما هي على من تقع تفشي ظاهرة الإجرام والانحراف في المجتمع؟ طيب شتي هي ظاهرة الإجرام كأي ظاهرة مجتمعية قد تظهر في أي مجتمع لكن الأسباب وراء ظهور هذه الظاهرة اشتمت من خلقت هذه الظاهرة اللي انقال الإجرام الانحراف السلوكي لدى الشباب الانحراف لدى الشباب بشكل عام فيه لا شك مجموعة عوامل في عوامل داخلية في عوامل خارجية في عوامل خارج عن الإرادة العوامل الخارجية الشاب في مقتبل العمر يتلقف كل ما يتلقاه في حياته لأن يشوف رواية يتأثر منها يشوف زي غربي يتأثر منه يشوف مثلا حلاقة لاعب يتأثر منه يشوف كذا يعني يعود هو معرض في سن مراهقة معينة إلى أن يتأثر فعلا من ذيك الأمور كاملة يعني هو بؤرة يعني خصبة قربة أيوة فعلا العين عليه هو أن فترة الشباب فترة خاصة فترة المراهقة هي فترة الإنسان ينبهر يعني بكل ما أمامه يعني فترة استقبال أيوة الشاب مستعد لأن يستقبل كل ما أمامه هون صح نحتاج نحن كشباب نحتاج أولا أن تكون في ضوابط لأخلاقياتنا نحن لا ننسى دائما كمسلمين
في هدي نبوي، في هدي إسلامي، في أمور مطروحة لنا بشكل عام تضبط أخلاقك أنت كمسلم. يعني قديما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم وذهبت أخلاقهم ذهبوا، يعني وهذا الإشكال كامل اللي نتخرصوا ويجسد في هذه المسألة، يعني الأخلاق الفاضلة أين هي، الأخلاق والسلوكيات الشاذة أين هي، كيف نتجنبها؟ هون اسمح لي دقيقة شوي نقول لك الطريقة اللي نتجنب بها هذه السلوكيات الشاذة، الطريقة نتجنب بها نعود نحن كمتلقي. الشاب ينبغي أن يكون إيجابيا، يقعد هو يؤثر ولا يتأثر، يؤثر بالإيجابي وإن تأثر يقعد لا يتأثر ولا يشوف رأي مثلا تزيان عنده يلا تقعد مثلا مسألة إيجابية، يلا الشاب يظهر هو الزملاء في الدراسة، زملاء في الثانوية، زملاء في الجامعة، زملاء في العمل السياسي، زملاء في كل بلاد، يظهر لهم يظهر المجتمع يافطة حقيقية للشاب النموذجي، الشاب المسلم النموذجي اللي يلا يعود هو الواقع حقيقة، ما هو الشاب الغربي المنحرف اللي جاي مثلا بروايات ما هي يا الله، ولا ينبغي مثلا انها تعود 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 مقدمة كيافطة للشباب. واضحة الفكرة. تعطي لمحمد الأمين ولده. محمد الأمين ولده، هذه ظهور إرهاصات وانحراف لدى الشباب، من المعلوم أن الشباب يعود تخطى مرحلة المراهقة، بين اللي نقولوا الشاب نعودوا تخطينا بدرجة المراهق، لين يعود الصال المراهق يتأثر والشاب يتأثر، احنا مات لنا كنا والدين. اختار نعرف شنو هي ملاحظتك في الموضوع. شنوح الشباب وشنوح الفتيات والفتيان في سن المراهقة نستطيع أن نفهمه إلين اللي نفهمه الخصائص الفسيولوجية اللي يمر بها الشاب في هذه السن، سن المراهقة. هي هذه السن الشاب فيها مفعم بالحيوية ومفعم بالنشاط، ويبحث عن ذاته ويبحث عن مجال يفرغ في هذا النشاط أو هذه الحيوية الزائدة والطاقة اللي عنده. فإذا استطاع البيت، استطاعت المدرسة، استطاعت مراكز تأهيل الشباب أن توجه الشاب وأن توجه الفتاة والفتاة إلى أن يفرغ هذه الطاقة، أن يفرغ هذا الجهد، هذه الحيوية في أشياء إيجابية، كان عمل الشاب إيجابي، واستطعنا أن نجنبه الجنوح ونجنبه الانحراف. إذا لم يحدث ذلك حدث ما نشاهده اليوم من للأسف ظواهر كثيرة. برأيك ما هو السبب لهذا الانحراف؟ هو هذا التقصير، السبب يقع على الجميع، السبب يقع على البيت من التحديات التي ذكرناها سابقا، الأسرة لم تقم بدورها في توعية الشباب، في تأهيلهم، في تربيتهم بالتربية السليمة نظرا للعوائق التي ذكرناها سابقا. الآن أنا كنت مسرور جدا لأن الشباب يعرفون جيدا كيف تربى، كيف يجب أن يتعامل مع الشاب في سن المراهقة، لكن السؤال المطروح هل هذا هو الأسلوب أو هل هي الطريقة التي نتعامل نحن بها مع أبنائنا في هذه السن؟ هل هذا هو ما يحدث؟ العكس، ما يحدث أن البيت في كثير من الأحوال لا يقوم بدوره، المدرسة فشلت في أن تكون مكان لتربية وتعليم وتهذيب، فتكون بديل عن البيت، لم تكن إلا مجرد يعني قاعات للتلقين فقط، وتلقين ما لا يجد فيه الشاب هوايته ولا يجد فيه ذاته ولا يجد فيه طموحه. لذلك نشاهد التسرب المدرسي من أكبر مظاهر جنوح الشباب، مظاهر لا أخلاقية التي نشاهدها عند المدارس. الشباب الذين عندهم ميول وعندهم هوايات لم يجدوا مجتمع مدني قابل أن يتلقف هؤلاء الشباب وأن يهذب. للأسف لعلكم شاهدتم قبل أيام انتشار بعض الفيديوهات التي لا تليق ولا تتماشى مع قيمنا الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأيتم ردة الفعل الخطيرة جدا التي ظهرت للمجتمع الموريتاني على هذا. لكن بعد فوات الأوان كان من الأحسن أن تكون مراكز تربية، مراكز تأهيل، مراكز تثقيف تتلقف هؤلاء الشباب. أنا أسألكم كم مركز تأهيل اجتماعي، كم مركز الشباب في نواكشوط، أي كم مكان يمكن أن يذهب إليه الشاب لكي يقوم بهوايات ناصحة ناضجة في نواكشوط؟ لا أعرف شخصيا، لا أشعر بأي دور تأهيل أو أي مركز تأهيل للشباب. الشباب ترك لذاته، في هذا ترك له الحبر على الغرب، ترك الحبر على الغرب، فهو استقى معلوماته من 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 أناس آخرين أو من جهات أخرى غير أمينة على الأخلاق، غير أمينة على الشباب، وبالتالي ضاع. رأينا الجنوح في كل شيء للأسف. جميل جدا. محمد يعقوب ولديدي، عضو الشبكات الشبابية في تفرق زينة، برأيك ما من تقع المسؤولية على البيت أم على المدرسة أم على المجتمع ككل ظاهرة انحراف الشباب؟ أرى
انا ارى برايك طبعا انا برايي ارى ان المسؤوليه مشتركه، لكن نصيب الاسد منها يقع على البيت، الاسره، المربي الاول، الاسره، الاب، الام، لكن المؤسسه التربويه لها نصيبها والمجتمع ايضا له نصيبه، يعني البيئه، هذه البيئه، لكن المسؤوليه الاولى تقع على عاتق الاسره، خصوصا الاب والام، لانهم المثل الاعلى والقدوه الحسنه. اذا كان الاخ الكبير مثل اعلى وشاب ملتزم اخلاقيا وشاب متحضر وشاب ناضج، لكن لا شك الاخوه صغار سيكونوا مثلهم الاعلى، سيسيرون بنفس النهج بنفس الطريق. يعني على راي المثل الحسان يقول اللي شاب لا شاب الكبار عند الصغار يحاضروا. نعم نعم. يعني هم القدوه. شاب صغير عند شاب صغير عند كبير. شاب صغير عند كبير. اذا كان الكبير شاب ناضج، شاب واعي، شاب ملتزم، شاب متعلم، سيكون مثل سيكون مثل الاعلى، سيكون قدوه حسنه، قدوه حسنه في البيت لاخوته الاخرين. جميل جدا. انتقلوا لمجموعة نعم باتو بدا احمد، شنو رايك من قايل انت انحراف الشباب؟ شنو انحراف؟ انا ديجا قد نقول انا بروبليم مو جاي من الدوله وحدها ولا جاي من الاسره. اللي تو يتكلموا عن الشاب كيف تلي ان انستغرام ولا روايه لا قال كوماند فيت عدلوا الشاب من نفسه يعدل راسه. بلي ملي انتم تتكلموا عن المجتمع، قد تكلموا عن مجتمع اسلامي مجتمع اخر وسع من ذلك بين المهم الناس والمسلمين. يعني انت تتكلم عن الاسلام، مسلم كتلو جوع مع اليسرى، نعود هو مسلم، جبار التربيه الاسلاميه. الى كتلو جوع مع اليسرى. فهمت؟ صاروا من زين اعمار وخطا. الى ما انقطع تعيدوا؟ ما انقطع تعيدوا قياره في مولانا اللي يعذبوا عليها. جميل جميل. لكن انت من فعلا عندنا ميكرو استاذ يجي. اللي ما تنقطع ايده هو يتخمم بالصبح انه دار يعذب العدل. ذاك واحد. الاخر كنت تكلموا عن الباس حلقه كيف قال الراجل هيئته ذاك سا ديبان دي ليديكاسيون دي لانفون. انا شرط دار مع حرامي اللي يلبس كوستيم خالد وحدين صحابي حرامي اللي يلبسوا يلبسوا دراري مي سا با دير كاني سي بلي موفي انا رابي باسكو اللي قابلينا يقال نقرا فهمت خالد اللي لابس جلابيه ماشي زغبته ساعه حاله فرق بندي ما عادش شيء يعني الباس ما هو هو الباس ما هو وملي هون في ملي ان سيفيليزاسيون جات جديده انتجري هون كيف راب كيف ذا كامل كيف ذا كوستيم كيف الباس لاك مازلنا لين فرقوا اوكي لاك مازلنا جاي سي بون دونك بريف ما هو لتا ولو دار وحدهم خلاط معاهم شخصيه انسان زين حتى هو نفسه زين عنده زين حتى ليبرتي لا كوم سا هو سي لي ليبر عاد 18 عام اللي ليبر يعني عدى الخاسر اللي يعذب عليني عدى الصالح اللي يجبر فيه شي زين واللي عدى الخاسر يجبر فيه لا شي خاسر مات اللي عدلوا سي لي كونسيان سينو يقص طبجة داكور بابا بابا اعطينا ملاحظه بالنسبه للشاب باش شنو هي الطريقه اللي يلا اتخذ الشاب اللي كنا ينعكسوا عليه اعماله وشنو ما هو السبب اللي ادى لانحراف الشاب؟ سبب انحراف الشاب هي ظاهرة الاخيره يمون عندنا ان اولا ان هنا فيه تقريبا 90% من الشباب الاطله اولا واللي رايه بدبلوماته طاويته في البناها يقود واحد يفرض عليه يمشي يشتغل منافع ياك يجبر قوته اليومي اولا باللي هو هلو يقودهم دايرين الثقه فيه هو انه هو اللي يجيب لهم بدلا من يقود يعطوه باللي الحق سن يلا يرفد راسه ويرفد هلو وبالتالي هو ما يجبر باش يرفد راسه هذا فرض عليه انحرف شور اعمال مشينا يقود فرض عليه باخبار صا انه اخبار الدوله واخبار الأسرة الأسرة عندها زمن تربية الانحراف هون عندنا اسمح لي شوي الانحراف هون عندنا مو انحراف عمل لأنه العمل كله شرف ما دام صاحبه غير منحرف ما وداله ذاك الحرام ما وداله شي خاسر ما وداله يشرب ما وداله يعدل فهمت ما وداله يحبس هون عندنا الانحراف انحراف عن الأخلاق انحراف عن القيم انحراف عن الدين هذا هو الأخلاق هذا هو الانحراف عندنا انحراف عن الدين نعرف أن رقاش ربي هو هي الدنيا دي تجارب فيها اللي ربيت اليه هو اللي ربيت اليه ربي الى السنه
وقاريها وشفتها عند ابوك كيف قال لك بين الراجل شاف الصغير عند الكبير. نحن كشباب في هذه الدولة الإسلامية يلا نتبعوا أولنا أخلاقها بعد ما رأينا يعني نتلبوا الأول الأخلاق الحميدة بها اللي هي رايتنا ونتلبوا السنة ونتلبوا ديننا الإسلامي ومن باب الانحراف إذا كان ماني قاعد أن رجع جيلا كي قال الصيد قال الراجل إذا لبس الباس أنه يعبر عن شخصيته ذاك الباس ما يعبر عن شخصيته إذا قدرنا نلبسه ونقد نقول ما نأخذ المسجد ضده تماما ما نأخذ المسجد عنده قد واحد يلبسه قد واحد يلبس دراء أكيد قال لأحمده ويقود ما ي... ما ي... ما تسلك ما يس... ما يسالك منه بلاصه معروف معنى الانحلاف مو في كواف ولا هو في المظهر الانحلاف هو كامل في القلب مو في كواف ولا في المظهر بالنسبه لك انت كامل في رايك رايك شخصي بالنسبه لك اللي يعود محاضر مثلا وقت يقد مثلا بالنسبه لك يطيح سروال ويعود يقري لوح تقريبا يقولوا امام إمام طيح سروال الله إمام عدل توريس إمام عدل كان له عنده علاقة بالدين بالنسبة له بالنسبة لي أنا هو شوفي خالق اللي من الإمام من المؤذنين اللي رأي واحد اللي حيت هون خالق اللي منهم كارب ذا شيء بلعبها قال مع أنه ما هو في الديكور ولو في زين زين واضح فكرتك إذن وصلنا معكم مشاهدينا الأعزاء إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة الراب. راب هذا حق زين راب هذا بقى نقول لك عنه بلا فايدة بلا فايدة حقيقة وأنا مولي موزين عندي يا قارب بقى نقول لك عنه في شميل هورتو لأنه تموسقون احنا بيوزين عندنا نقول لك عن راب بلا فايدة وهذا رب عبارة عن إشهار معناها رسالة يقرأ الله تعود رسالة صالحة لأن يشوف رواية تنتقد الله ينقضوها نتشوف رواية صالحة الله يعلنوها ورب عبارة عن شيء إشهار معناها كي بيبليستي ترويج إذا شاف رواية صالحة يقولوها في ذاك الغناء ذاك هو إلى أن يبلغوها للناس نفس الشيء ملي من يشوف رواية ما هي ذاك ملي ينقضوها بذيك الرواية يقرأ نعود مسيرها مع ذا اللي مسير به مجتمعي كي تقريبا هي لعت بالإنجليزية والله بالفرنسية والله قدنا نقلبها شوية الحسانية والله العربية إلينا نبلغها رسالة لمجتمعي يقال يلا يعود الشباب عارف مال إنه يتم عدد شين قالوا التكافل يعتبر إنه هو اللي مسؤول غدا هاي الناس مشات لا هي بقواك لا الشباب إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر احمد وفرانسوا انتم طبعا انت احد اعضاء فرقه باتون بدا هي فرقه باتون بدا تاسست عام 2003 وعندها ديميكس ستيب واثنين ديميكس ستيب والثالث في الطريق انتم اولا سابقا نخشوا في الصوره النمطيه اللي عند المجتمع عن راب ان كل انسان رابر مطيح سرواله معناه انه ماشي عن سابقا نخشوا هذا الموضوع انتم اجتمعتوا اني اخترتوا راب فم ياسم الالوان الموسيقيه فم جاز فم روك فم دانس فم بلوز فم روك فم ياسم الالوان الموسيقيه شنو هو بكوا اخترتوا راب باسكو ليبوك الخشنه في راب كانت ان ايبوك هيب هوب جاز كان سابق ذاك مزار خالق دونك خالق كان سابق ذاك راب مزار شي جديد صنتنا له تي لسان زين عنده تبقى تعدلوا ديك تعدل الريغي ديك تعدل الجاز هون الناس يعدلوا احنا بيرسونيل ما زيان عندنا راب باسكو اللي صنتنا له هو سيجست ان ديسكور راب ديسكور انت عندك شيء اللي تقوله ديك تقوله فوق جاز فوق روك سا دي بان يقي الراب قبال شنو هي الروايه اللي ريتوا انتم في راب قايل انتم كم درتوها في عقلكم على الراب ما شفتوها في الالوان الاخرى من الموسيقى لا ميزيك الاخرى بيكم من راب ايش فيه انه اتيري اكثر من هو عندك ان فيزيون ان ميساج اللي تقوله ولا جينيس دو نوتر ايبوك كانوا يصنتوا الراب دونك تم ميساج ياك زيان ياك ناس تقبل تصنت له ديروا في امور صدر راب زين حتى الميساج يوخر زين الناس تصنت
نفس السؤال اللي نطرحه لأحمد سالم، وأنت أحد أعضاء فرقة الميكرو استدعام 2007، عندكم عندكم كم سينجل؟ دو سينجل. عندكم دي سينجل، وطبعا أغانيكم أغاني شبابية، قنيتوا ياسر من أغانيكم كانت فيها مواضيع تمس الحياة المجتمعية للشباب. نفس السؤال اللي طرحته على أحمد وفرانسوا، وش تسميتوني اخترتوا رب بالذات؟ ما عندكم عدد ياسر من الالوان الموسيقيه. واي سورتو لو راب، هو لو راب ايكوتي جوست بار لا جينيس بار لا بلوبار دو لا جينيس، سي لا ميوزيك لا بلوز ايكوتي دايير. دونك نو افون شوازي لو راب باسكو نو نو ترانسميتو نو ميساج ا لا جينيس، باسكو اون جينيس سي لا جينيس سي ان باي دابور. اه وي. دونك سي لا جينيس كي امبوزرا كي دو امبوزي دايير à l'État de fournir un effort. Par exemple, s'il s'agit de la société, c'est la jeunesse qui prétend dire ou bien qui dira à l'État de changer certaines formalités. Et le kift magalu, le mujtama, il vrad la chimine hada, chimine usus. Ou les jeunes qui demain qu'ils bilhum il est occidentalisé, bih le garb mauvaisem, ou moi qui ando mashakel. يختار يمشيهم à travers le rap. Le rap est écouté par la jeunesse surtout. Donc c'est un message mais malheureusement وحدين مخسرين صورة le rap. بيلهم ذلي مشهور la jeunesse يخسرهم. وي occidentalisيهم. يمشيهم عن تقاليدهم وينساو ديانتهم وينسيهم قاع ديانتهم. ينسيهم ديانتهم بينهم مو مقتنعين بتقاليد ولا همهم الدين. وإيش دسويت وشوماج معتبرين زاد إن حد عاد مع تقاليد وقال لك فلان لك ديمو دي فلان لك مو على العصر دونك أن قوى والله ما هو مهم باسكو تري تراديسيونيل ما هو ماشي مع الموضة والله مو ماشي مع العصر شنو هو نفس ودابور أنا جديك نوتر سوسيتي فوا مال أين فيزيون تري موفيز سور لوراب باسكو لوراب إي نوفو. C'est une manière de transmettre, comme j'ai dit. Et notre société, je dirais qu'elle est rétrograde. Elle est en mode rétrograde parce que ce sont les griots seulement qui chantent, par exemple. Donc, le rap est mal aperçu dans nos sociétés. C'est juste un message que nous envoyons à la jeunesse, à l'État, pour couvrir certains problèmes. Mm-hmm. Oui. بالنسبة لك ما هي الصورة التي لديك عن الراب؟ طيب سابق العودة للراب لأن مختن وضحته بشكل شوي أثاره الشباب مهم جدا. الله. وما فيه الباس مكتوب عليه إن لبسوا فلان ولا لبسوا علان أبدا، ما هو العين عليه أنتم تتكلموا عن قضية الباس ولا قضية الحلاقات ولا قضية ذاك، نقصد ذوبان في ثقافة الآخر. انغماس. إيه انغماس، وذا هو نختار الشباب، ذا هو اللي نختار الشباب ما يخلق لهم. وما فيه الباس مكتوب عليه لبسوا فلان ولا فيه الباس مكتوب عليه لبسوا فلان. الباس كامل كل حد يقدر يلبسه، مهم الله سبحانه وتعالى دارعيك الباس ليواري سؤاته. فهمت؟ ده هو الهدف العام، معناه ان اشكال بعض نخترعوا الشباب فاهمينه، ما في انتقاد زي معين ولا في، غير في انتقاد لشذوذ معين. والله انغماس فعل الشاذ عند شخص معين، نعود انا كالشاب اصبح قدوه، اصبح قدوه ذاك، ما ذاك ولي الشباب يتفطنوا له. ما الله قاع الشباب اللي يلبسوا كوستيمات يلبسوا شيء زين، ذاك ما مخسر شيء، غير اللي خسر شيء يلبسوا شيء ما يلا يلتبس. بالعوده لفن الرب، وانا قاع واذني ما خالف ذاك من البياض حتى، غير بعد شاك عن الرب. والله الفنون كامله بشكل عام هي اللي تحدد قيمتها. مثلا هؤلاء الشباب اللي يعودوا فنهم يغنوا به الفقراء، يطلعوا به تطلعات الناس الضعيفه، يبينوا فيه فساد خاسر يا الله يعالج، يعود فن زين، يعود ما يخسر شيء. زين الصافي يعود قدانا، والدي والعمي اللي كبر مني واختي يقعدوا كانوا يخرصوا في بلاصه، يعود يجمع، يعود مثلا روايه نقول نحن صغيرنا وكبرنا يخرصها، يعود فيه رساليه. ده هو الفن اللي اختار يقدم الشباب الموريتاني، يقدم للناس فن يعود فن حقيقي. راه فيه نوعين من الفن، فيه فن حقيقي يعالج القضايا، وفيه فن هابط معروف. نعم. مثلا بلا فايده. نعم. ما يقدر اثنين يجمعوا عليه. نعم. ما نقدر انا وانت نخرصوا في بلاصه. نعم. ما نقدر انا والدي نخرصوا في بلاصه. نعم. معناه نوع من الفن خير قلته. نعم. والرب كرساله. نعم. تتغنى على الام الشعوب، تتغنى على تطلعاتها، فن مبارك وزين ما يخسرش. حسب رايه طبعا. هو ايضا يعطي رايه. انا للاسف ما نعرف الرب، خلع عنه.
أنا زادي ما خالق لك بيض الله بيض إطلاقا. أعجبتني فكرة الرسالة على اعتبار على الفن كامل غناء كان أو رسما أو يأخذ احترامه من محتواه من الرسالة التي يقدمها. فإذا قدم رسالة نبيلة فهو فن نبيل، فهو فن نبيل ويحتاج إلى أن نستمع إليه وأن نأخذ منه. لكن أنا أعرف على أني انتشار الرب صحيح أي منتشر، لكن انتشار الرب جاء في إطار أنا للأسف في هذه الفترة نحن في العالم الإسلامي، نحن في العالم العربي، نحن في موريتانيا، نحن في العالم الثالث، نحن لا نحدد أذواقنا. نحن فرضت علينا الهامبرجر بيتزا، فرض علينا الرب وسيفرض علينا الجينز وهكذا، مفهوم. نحن للأسف في طور من التبعية في كل شيء. لكن ما أريد أن أنوبه إليه الشباب وأدعو إليه الشباب من هذا المنبر هو أن يأخذوا من الآخر ما هو صالح لديه، وأن يأخذوا من الثقافات الأخرى السبل الأمثل والأقوم التي جعلتهم ينهضون ويتقدمون. خذوا من الشباب الغرب اهتمامهم بالوقت، حرصهم عليه. خذوا من الشباب الغرب اهتمامهم بالعلم، حرصهم على تحصيله، تقدمهم التقني، تقدمهم وهكذا. وإذا كنت ستأخذ فنا وضمنته رسالة ما ففنك يحكم عليه من خلال الرسالة التي تقدمها. تعرض للغرب صحيح. نعم. هذا ربما يأتي في إطار في سياق ما كنت أقوله سابقا من أن نظرتنا إلى الأشياء تختلف عن نظرة هذا الشباب اليوم، هذه الأجيال اليوم. يعني أذواقنا وأذواقهم تختلف تماما إطلاقا، ليس في نفس النظام. تفضل لعيد لنعطوك الكلام، لنعطوك الكلام. تفضل عبد. تفضل أحمد سالم. أحمد سالم. نختار نقول لكم عن الغرب ما هو فر خاسر مولي بين هذا ما جي توجور ديفوندو كو بار اكزومبل لا ميوزيك راب لا ميوزيك دو راب ستادير تقد تصنت وحدين يفهموا لك الدنيا يسوى صا لعاد الدين يسوى صا لعاد لا سوسيتي لانفيرونمون تقد من تصنت الوحدين يمشي ان ميساج ذاك الميساج يكونك انت خالق شي من مغنيين انت صنعت لهم تخسر وخالق واحدين انت صنعت لهم تكبر معناها دارك لا جينيس سواء تختر تصنعت اللي خسر والله مولي تختر هذا اللي صلح غير المشكله هنا الشباب ما يفاصل ذا اللي صل عن اللي صلح وذا اللي خسر هنا واحد نحن خالق شي من لي ميوزيسيان انا بار اكزامبل هذا اسمه مون نيفو ان فرونسي je l'ai eu à travers des rappeurs français en tariq rap هون الاساتذه ما شاء الله يقولوا عني ما شاء الله بالفرنسيه بشبيه ما نقرا نكتب ما نقرا نكتب ولا لي جورنو ما نقرا جورنال لا للراب نصنت لا موسيقى راب بالفرنسيه وبالانجليزيه وني نصنت راب بالفرنسيه ياك لغه ياك اللغه نفهمها نتكلمها تعود معايا ياك ما ننساها والانجليزيه même chose ainsi de suite. سي واضح الفكرة ووضحت الفكرة أحمد سالم لأن محمد يعقوب الديدي طبعا نظرة كان شنو نظرتك للرب؟ أنا وجهة نظري أعتقد على أن الرب ميزنة شريفة إذا كانت الرسالة التي توصل للمجتمع رسالة إيجابية. أنا وجهة نظري لا أعتقد أن الرب على السلبي كله. بين اللي نحن دائما نشوف عندنا نشوف الرب شفنا اولاد البلاد هذو عالجوا قضايا اجتماعيه قضايا الفقر قضايا اجتماعيه مشاكل اجتماعيه وهذا ان شاء الله يعودوا لاكفتهم هذا ان شاء الله نحن نظرتنا لهم ايجابيه ان شاء الله يعودوا ليعالجوا قضايا اجتماعيه قضايا يمشوا بالمجتمع الى القدام ما يمشوا المجتمع الى الوراء ان شاء الله من اجل هذا دور يحققوا نتيجه ايجابيه. إذا واضح لنا عطول بابا تفضل بابا. بابا هون إشكالية مطروحة عندنا على المشاكل في الراب المتابعة هو يقعد رسالته اجتماعية هو ولا قاعد دينية يقدر ما يقدر يتابعها مع الطفل لماذا؟ هو لا حسب الرسائل خالق شكل من تعبير اللي قد جدك يصنت له لا الوالد يقال قاع ان شاء الله يجيب ذاك اللي صنت لك انت قاع اللي صنت لك انت قاع موسيقتك اللي صنت لها يجيبوا
الا الاولى انك ما نقدر تجبر هون حتى رجاج عنده 27 30 سنه قاعد ما تلي يقدي مزك وبالاخص رابرين يقدر تجبره قاعد يدانس في امريكا وقاعد واحد راهو في الصين وقاعد واحد راهو شرب مالي يقال هون ما تجبرهم دايرين هون لك سببه شنو؟ اللي نقولوا سببه ان الرسائل ما هم واحدين وان الناس الى حكمت ب الى حكمت سمعت هون قنايه ولا فيها شانس ولا فيها ولا فيها معنى لتحكم الناس كامله بذاك تحكم اكثر في ذيك النظريه ان الناس الاخرى الباقيه منهم قناهم لا مو صالح ولا في التبليغ ولا في شيء يعني ما عاطي ما معطيها شانس ما هم الواحدين اللي صنت القناه اللي اذن لهم صنت لها جابرها سيربريز ما هو شاريها ولا هو سمع في التليفون لاسامة سيربريز مفاجأة ولي يحكم لزوتر كامل لذيك الروايه ولا يصنف احمد شوي لاحمد احمد سابق تطرح لي كيسيون هو كيسيون يحانيك انت قبال انا هو لازم تسولوا عن شيء اللي مازال نبقى نعرفه كاع سولوا عنه الاخ قالوا ما يصنت الراب ما نعرفه ما تعرف تصنت له ما تعرف ما نعرفه سولوا ما يعرف ما هو في سني ما هو في مجالي ما قد جابني عليه الطريق من درا كان كنت تصنتوا له عن؟ الهو تصنتوا له ما هو بذيك الاهتمام عندي ما هو ذاك من الاهتمام عندي اللي نديره في اولويه عندي للصناعه. ما اولي قريت سانتو. نعطيك شويه فكره، انا اول مره سمعت عن الرب في موريتاني، سمعت في قناه مونتي كارلو الدوليه عن فرقه تسمى اولاد البلاد. وجا هون مولي صحفي عاد ذاك قال عبد القادر عياض وشفت له تقرير عن اولاد البلاد. ولفت انتباهي الزي الوطني التقليدي مع بعض الحركات اللي انا ما فهمتها. ما عرفت شنو هي زوعتها لكن فهمت انها تنتمي الى ذلك الفن اللي ذاكه وعجبتني الرساله او الفكره اللي وضوا. هو الراب كل ما اعرفه عن الراب اولا مو الباس قاع اولا كل شيء راب هو سيت ان ميساج هو لنو راب ريفوليسيون افريكا بيبل ريفوليسيونير ارمي دو بارول دونك تريفولتي ان فيزيون ان ايدي بور ان بيبل نو اد لو بيبل ما بي صنت لك سي باسكو ان بروبليم سوا تو كونترو باسكو راب مو جاي يمدح ايوا زين احمد زين السؤال كيف نوعد لا ينطرح احمد انتم عندكم قلتوا عنكم عندكم رساله تجيبوها للمجتمع تهذبوا المجتمع لتوخذوا لماذا ما قمتوا ما حاولتوا تحسنوا تجذبوا شوركم للناس من ترى كانكم ايش عدتوا فاش تجذبوا حولكم الناس فاش تمحوا الصوره اللي ما هي زينه عنكم اللي قابلتها الناس عن رب وعن لا جنس فري رب ايش قمتوا انتم بها في فريقكم ما حي ما حي الصوره قاع ولا بريمير ميسيون باسكو كانت الصوره ما سنتها تمتحى ما كنت تنادون هون قاع اولا راب له 20 سنه الناس ما كانت تعرفه ولا 20 سنه ما هو شيء يخلف هون ولا شيء جاي من الغرب موريتان دائما شيء جاي من الغرب سابقين قبلوا قال لي خلعوا منه هما راب خايفين منه بيا اللي مولي جاو يقول شي من الحق ما كان يعطوا ينقال خالق شي من لي شوز هون ما ينقالوا خالق ذا يعدل لي جون يسون كونتر يدوروا ذا ما معنى الراب رابر دائما يقول شي صالح نو في دي رابر لوك رابر بس هم كاملوا على سرو دي مورسو مي سي با دي رابر شو رابر مو قاري ما قاطع قرا كوما اللي تقاري رجاج دافع عن المجتمع انت ما قاطع قرا فاقد الشيء لا يعطيه هو رجاج أيوة. روايه ما عنده ما يقدر يعطيها ما يقدر يسرقها قاع ما يقدر يعطيها رابر ديجا لا تبتد ان اكزامبل ان بون اكزامبل من ترى شقط عالجتو اكيد مثلا القضايا اللي شفتو انتم ما يزال في المجتمع بقيتوا تغيروها ياسر نحن شفنا تركة الشارع باتو بدا سافيجير لا فوا دي لا ري فهمت؟ حياة في تركي الشارع صوت الشارع لا فوا دي لا ري صوت الشارع صوت الناس اللي في الشارع فهمت؟ قضايا الماء نينجا نحن عندنا مرسو تفهم عن الماء خلق وعندهم المشاكل الا ما شفتوا تسمعوا باسكو لي جينو وين سيسانتو انت موسى الناس الكبار مو اللي تسانت احنا نتكلموا عن تعليم القرايه المدرسه نتكلموا عن الدين عن المواطنه عن المواطنه هي قاع الاولى ما لقى خالق حد ما لقى خالق رابر موريتانيا ما قطعنا الا الوطن قاع فهمت قالوا لما انت تقعد ما تشوفهم نحن نشوفهم كل نهار بكب زين شوفوا واحد يسرى نقولوا عنده موحل خير منه شغله زين لين عطوا لين عطوا كلام الشيخ سابق باب لين عطوا للشيخ يتكلم به اللي يتكلم الله قبيل هو وابو شاركوا معنا وعودوا نرجع لكم كلمه اخيره تفضل شيخ يا وا من يجي راب باسكو راب ملي غورتو كتاك وانغو كتاك سيغوا باسكو وانغو
jimar ko nedd parce que ansa yi ba nedd awajaaki parce que jeunesse men enen ene sokli wajju de conseil parce que yi yimbe en bâtiment en mboni en viol hein parce que sa fille son gote son à tintar orienteur so man why voyage fay do amérique fay hollande n'importe où parce que ki dido ma son conseil je suis plar anglais français surtout sa rap français wala anglais parce que ana conseil wonbe do murten conseil tak partout parce que conseil des américains sinifob مرسي الشيخ إذا شكرا لك الشيخ. مشاهدينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نشكركم جميعا على حسن المتابعة وتقدم بجزيل الشكر إلى كل من الفرقتين باتو مبدأ وميكروب، وأشكر أيضا ضيوفي الكرام محفوظ والجواد ومحمد لمين ولداه ومحمد يعقوب والجيجي وأيضا الشيخ سليفو جلو. شكرا لكم جميعا. إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد في حلقة جديدة، تقبلوا تحية طاقم البرنامج وتحيانا إلى اللقاء.